أمر ليس خيرا خالصا أو شرا خالصا، لقى بعض السلبيات وبعض الإيجابيات في التعديل الأخير. دكتور فهد، إليك مرة أخرى، وربما عقيل أشار إلى نقطة مهمة، فكرة أن سلوكيات أفراد الهيئة كانت أحيانا كثيرة ما تأتي بنتيجة عكسية. القرار لن يفعل عمل السحر، فهل يشتمل كذلك على تدريب هؤلاء بشكل أفضل كيف يتعاملوا مع أبناء المجتمع السعودي؟ أعتقد نعم، أعتقد أن التنظيم الجديد كان هدفه الأساسي هو محاولة لأن تتضمن مواد هذا التنظيم الشروع في بناء علاقة سوية بين المجتمع وبين الهيئة. أنا لا أستغرب حينما أسمع قبل قليل أن هناك انقسام في المجتمع السعودي أو هناك فئات في المجتمع السعودي تنادي بعدم تغيير النظام، وهناك فئات تؤيد النظام، وهناك فئات تدعو إلى إلغاء الهيئة كليا. هذا مجتمع طبيعي أعتقد، وهذا مثل هذه الحوارات ومثل هذا المخاض ومثل هذا الحراك موجود في كل المجتمعات، في غير المجتمع السعودي في كل مكان موجود. هناك 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 يعني دائما تباين في وجهات النظر حول بعض المسائل المهمة والحساسة، لكني في الأغلب الأعم أنا أعتقد أنه الهيئة موجودها ضروري جدا، ولكن مع التنظيم الذي حدث اليوم. يعني أنا ماني مع فكرة واحد من الأخوان قبل شوي سمعته كذا، ترى الصوت كان عندي سيء على كل حال، لكنه سمعته يقول أنه هذا سيؤدي، أو أنها الأخت التي كانت تقرأ التغريدات، أن هذا إلغاء أن التنظيم الجديد سيؤدي إلى نوع من التسيب وبالتالي إلى انحلال المجتمع السعودي. لا، هذا كلام غير صحيح، لأنه المجتمع السعودي مجتمع محافظ، مجتمع متدين، فيه ناس يرتكبون أخطاء مثل أي مجتمع طبيعي، لكني لا أعتقد أن الفضل في الحفاظ على أخلاق المجتمع السعودي هو الفضل يعود للهيئة ووجود الهيئة. طيب، وجود الهيئة مهم، لكن المجتمع السعودي أيضا لن ينحل لو تغير نظام الهيئة. لكن يبدو يا دكتور أن أعضاء الهيئة سيظل المجتمع السعودي مؤيديها أيضا غير راضين، أو بعضهم، يبدو أن أعضاء الهيئة أو مؤيدي الهيئة بتشكيلاتها الحالية قبل القرار غير راضين عن القرار بنسبة كبيرة. لدينا حملة مضادة لهذا القرار بشكل كبير، هل تعتقد أنها يمكن أن تضغط بحيث يتم التراجع عنه أو حتى تغييره؟ هناك بنود كثيرة، يمكن أن يتم تغيير بعض البنود على الأقل.